سلام سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بصحه جيده. اليوم نهار جديد، فيديو جديده، ان شاء الله تكون في حسن ظنكم وتكون في المستوى. قبل ما نبدا في الفيديو نقول لكم حبيبات قلبي ما تنسونيش باللايك، ان جولي كومونتير كاين نتوما، وبيان سور لو بارتاج. حبيبات قلبي يلا، عندي شحال ما درتش فيديو، يلا عاونوني وهكذا بلو بارتاج باش هكذا الناس كامل تستفيد هكذا باللي فيديو تاع سارة شانيل، وراح والفائده تعم الجميع. وهنا حبيبه قلبي راني في الطوموبيل، راني في الطريق. سارة شانيل ولات الخدمه ديالها، رحت جبت الاولاد، دونك كنت خرجت، رمزي خليته عند ماما، الاولاد من بعد ريكوبيريت الاولاد من المسيد، ودوكا هنا وانا دوكا راني في الطريق، ريكوبيريت رمزي ورباح واغيس من ليكول، وراني في الطريق رايحه للدار باذن الله. وراح نشارك معكم، شوفوا حبيبه قلبي، راح نشارك معكم الوصفه، راح ندير العشاء، راح نشارك معكم الوصفه. اي بيان سو، شوفوا سميشه، راح نشارك معكم ندير العشاء، راح ندير الكباب على بالك، ندير الكباب ولا اغي زيد على الماكله الساعه. شد نوع الكبابه، نوع الكبابه، ندير بالك ندير الكباب، وراح ندير معاكم واحد التحليه. شوف واحد التحليه هكذا في الكؤوس تشبه تحليه لي جوا، صدقوني حبيباتي تجي بزاف 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 بنينه، تقولوا لي جوا اللي نشروها في برا، يعني ما تقولوش كامل كامل يعني مخدومه في الدار، يعني تما يا با اون غون ديفيرونس انتر هذيك اللي نشروها مع هذيك اللي نديروها. الوغ دونك ما تروحوش بعيد، ما تنساوش كيما قلت لكم ان جيم ان كومونتير اي لو بارتاج، نقول لكم فرجه ممتعه للجميع. وانا حبيبه قلبي كي دخلت للدار بعد ما شربت القهوه ديالي، وانا كيما راكم تشوفوا اول حاجه درتها هي رحت ديريكتومون حوايج تاع رمزي، غسلتهم كامل بالصابون حجره، وزدت حطيتهم هكذا داخل هذاك البيدون ديالو سبيسيال حوايج تاع رمزي، وحطيتهم هكذا يغليو مع الطرف تاع صابون حجره. شوفوني انا يعني الحوايج تاع رمزي نموت على، نحب نغليهم هيدا، خاصة لي كولور كليغ هادوما، الحوايج ديالو كليغ نحب نغليهم. ايماجينيو كل طاشة تنحى، كل طاشة تديسباري، يعني إلا كلا ولا حاشاكم إلا يعني طاشة أي حاجة، كلش راح كي يغليو هادوك الحوايج كلش راهم رايحين كيما نقولوا يديسباريو يتنحوا كامل. فوالا من تم هنا دخلت الكوزينه، كيما قلت لكم راح نوجد طاجين الكباب، يعني كان راح شويه الحال، كانت الجويه الخمسة، دونك قلت راح ندير برك طاجين الكباب اللي يجي هكذا يعني فيت في رابيدمون، يعني يوجد ما ياخذيش بزاف الوقت، والولاد تاني يحبوا ياكلوا. دونك شوفوا هنا انا كنت رحيت بصله تكون هكذا نوعا ما كبيره شويه، مع ثلاثة سنين توم، حطيتهم داخل كوكوت مع هكذا مورسو تاع البولي، وحطيت هنا شويه تاع السمن، وراح نزيد شويه تاع الزيت. يعني كيما ديما نقول لكم الاطباق الجزائريه التقليديه يحبوا هذيك اللمسه تاع شويه ليدام السمن، يعني الخليط ما بين السمن والزيت. فوالا هنا درت شويه الملح، وهنا راح ندير لي زيبيس الخاص بالبولي. شوفوا طاجين كباب ما يحبش كامل لي زيبيس، يحب شويه قرفه فلفل كحل، هذا ما كان. شوفوا انا تالمو درت فيه شويه الدجاج، راح درت شويه شويه برك رشه تاع ايبيس سبيسيال بولي مع شويه قرفه، هذا ما كان، ونخليهم يتقلاو لي مليح مليح. من بعد راح نمرق لهم، واكيد طاجين كباب يحب تاني الحميصه، بصح انا كيما تعرفوني ان الحميصه ما تكزيستاش في داري، دونك ما نديرش، نخلي كلشي يتقلى من بعد راح نمرق. وفي جهه واحده اخرى كنت قشرت البطاطا، ورحت هكذا قطعتها كيما لي فريت، ولكن يعني هي تجي هكذا شويه يعني خشينه بارابور لي فريت، وراح نحطها هكذا يتقلى، يعني نقليها كامل في لافريتوس كيما راكم تشوفوا. فوالا من بعد نجو نولي نرجع لهذيك
لاصوص ونشوفها كي تيب هذاك الدجاج. راح نحيها نحي هذاك لو مورسو تاع الدجاج ونحط هذيك البطاطا لداخل لاصوص ونخليها تجمر. وفي جهه اخرى راح نحي هكذا شويه لاصوص تبرد لها هكذا شويه باش ندير بها العقده مع البيض، مع البيض والمعدنوس والعصره تاع القارص. فوالا شوفوا يعني صراحه يعني تم يوجد، يعني ما ياخذش كامل الوقت. نهايه الطاجين كي نكون هكذا في حصله نحب نديرو لانه ما ياخذليش كامل الوقت ديالي. فوالا كيما قلت لكم هنا حطيت جوج حبيبات بيض، راح نقطع عليهم المعدنوس وناصر حبه قرص ولا نص حبه قرص. انا نحبو يجي هكذا شويه هكذا سيترونيه، دونك نحب ندير حبه قرص. فوالا دونك هكذا من بعد مع هذيك المريقه نخلط بها داك البيض وكامل هذوك المكونات مع هذيك لاصوص ونفرغو كامل على هذاك الطاجين، على داك الدجاج والبطاطا وكامل. و كيما قلت لكم نخلي هذاك البيض يتجمر لي بيان، يطيب لي بيان، ومن بعد راح نطفي عليه والطاجين ديالي يكون واجد. شوفوا يعني كيما ديما نقول كيما قلت لكم يعني هذا الطبق نموت عليه، نحبه يعني للماكله بني وزيد بزياده ما ياخذش كامل الوقت. انا نقولوا طاجين تاع الفنيانات. وفي الاخر اولي كان كيفاش جالي متجمر، كيفاش هذاك البيض طيب. نقول لكم شهيتكم في الصحه شهيتكم في الجنه. بعد ما كملت هذاك العشاء ديالي هنا جيت نوجد التحليه اللي قلت لكم عليها. صدقوني واحد التحليه يا حبيبه قلبي، واش نقول لكم، تجي بنينه 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 ما تتصوروش. انا ننصحكم، شوفوا انا رابح قال لي ماما نديه معايا غوتي. صدقوني انا واش نقول لكم، الزوج ما يحبش بزاف هادو مال التحليات بزاف، ولكن هاد التحليه واش نقول لكم، كلا ثلاثه لانها بزاف بزاف بنينه. شوفوا واش نحتاجو هنا، خديت كاسونه حطيت فيها ريت لا حليب، حطيت فيها 5 مغارف سكر مع 3 مغارف كاكاو مع 3 مغارف مايزينا. نخلطهم مليح مليح مع بعض ونزيد مغرفه مارغارين، تكون يعني مغرفه مارغارين فوالا طريه ولا بارده، المهم مغرفه مارغارين. نخلط كامل هذوك المكونات نحطهم فوق النار، نقعد غير نخلط حتى نتحصل على كريمه. شوفوا هذه الكريمه ما تجيكمش ثقيله ثقيله ثقيله، ولكن صدقوني تقعد لكم هكاك طريه. هذيك المارغارين تخلي لكم التحليه ديالكم طريه وتجي. شوفوا تخلوها تبرد، تخلوها الغدوه من داك، تخلوها سمانه هي في الفريجيده وهي تقعد لكم طريه. تعرفوا هذوك لا كريم دي سيغ اللي نشروها لي جوا، هذاك هو نفس القوام نفس الشكل نفس البنه. صدقوني البنه نقدر نقول لكم بنينه شويه اكثر من هذيك اللي نشروها. تديروها لولادكم الصباح ما يشربوا لكمش الحليب، انا ولادي ما يشربوا ليش الحليب، دونك ياكلوا ليها هاد الجوغ تاع التحليه ديال الكريم ديسير كامل ما يشربوش الحليب. الوغ نقول لكم ريت لا حليب ديروهم. انا درت هادوك لي جوتابل، هادوك لي فيغ جوتابل لي غوبلي، تقدروا تديروا لي فيغين جو صغار يخرجوا لكم كثر واكثر. شوفوا هنا بعد ما حطيتهم فوق النار ولات الكريمه، شوفوا كريمه ما تجيكمش ثقيله، تجيكم خفيفه نوعا ما. قدكم لو غول تاع هذاك لا مارغارين تخلي لكم لو ديسير ديالكم ديما ديما طري، يجي يعني اوموجين فريمون بني. وانا راني جبت هذوك لي كوبلي كيما قلت لكم، انا هذو لي كوبلي قادوا لي في العرس، قلت مالا راح نغتنم الفرصه راح ندير فيها تحليات تاع الكؤوس، يجيو في تالي بريزونطاب ويجيو بنين شابين تلفت لي الهضره. شوفوا راني ندير لكم مونتاج على 7 تاع الصباح، الاولاد خلاص راحوا مع باباهم المسيد وانا ندير لكم في المونتاج. الوغ ما ديروش عليا كي نغلط في الهضره. دونك هكذا راح شوفوا انا وجدت ايه وجدت شحال فينالمون يعني ما عمرولش كامل. شوفوا راح نفرغ نعمر هادو مال لي كوبلي، بصح ما نعمرهمش ملاه لانه راح نزيد لهم الكريمه من الفوق. فوالا دونك هكذا نعمر كامل هادوما، من بعد راح نطلع كريمه الشونتيي مع كريمه السائله.
نخلط المزيج. من بعد راح نزيد لهم هكذا شويه الشوكولا لداخل باش يعطي لها داك اللون، ما حبيتوش يجي قاعد الابيض. من بعد راح نبوشيه بلا بوشادو وراح نزين دير دي روزا هكذا من فوق. دونك انا راح نكمل، خليكم على شويه مع الفيديو نكمل عمار ندير لهم الكريمه. من بعد نحطهم في الكونجيلاتور ياخذوا وقتهم هكذا شويه يبردوا لي مليح يحكموا روحهم. من بعد نتلاقاو في طبق التقديم. انا كنت نقولكم باللي بعد ما نعمر كامل لي كوبلي ديالي لازم نخليهم يبردوا باش ندير لهم هذيك الكريمه، لانه لو كان ندير لهم الكريمه دوكا راح هذيك الكريمه راح تدوب بفعل هذيك الحراره تاع لو ديسير. دونك هنا بعد ما برد لي كامل ما بردوا لي بيان حكموا بيان روحهم راح ندير لهم هكذا الكريمه وزيت يعني لتحت مازال ما بردليش مليح مليح. دونك راح نزيد نخليهم هكذا يبردوا مليح. من بعد يعني راح نوري لكم يعني القوام تاع لا كريم ديسير ولا لو ديسير هدايا كيفاش يخرج، يعني يخرج فريمون فريمون توب، يعني صراحه بزاف 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 هايل هايل هايل. الوغ ناكد لكم على البنه ديالو ونقول لكم يعني غير سيوه لانه ما راكمش رايحين تندموا، يجيو بزاف 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 بنان وخاصة كما قلت لكم الاولى الى ولادكم كما ولادي ما ياكلوليش ما يشربوليش الحليب الصباح ما ياكلو والو، بصح هاد لو ديسير يعني ياكلوه لي نورمال قبل ما يروحوا للمسيد. فوالا يعني رابح قال لي ماما حب يدي حتى معاه غوتي اوليو يدي معاه اوتر شوز. وانا نوري لكم يعني كيفاش خرجوا بهذيك الكريمه، يعني جاوا فريمون فريمون شابين بريزونطاب. شوفوا حتى هكذا يكون عندكم لي زانيفيرسير ولا يجيو هكذا عندكم ضيوف تقدروا تقدموهم وطونك ديسير تانيت يعني هايلين. فوالا وهنا انا حبيت ندير لهم هكذا الرشه تاع لو كاكاو هكذا من الفوق يعطي لي هكذا شويه يعني الوجه شباب تانيت بالبزاف. دونك هنا انا نحولي سبعه ليفيرين. شوفوا لانه يعني عمرتهم اون بلوس جو هكذا كبر شويه، لو كان نتوما تديروا شويه هكذا ليفيرين يكونوا صغار شويه يعني ينحي لكم اكثر واكثر. فوالا هم لك هنا في الاخر بعد ما حطيتهم في لو كونجيلاتور كما قلت لكم بردوا لي بيان. وهنا راح نوريكم لانه باش نوريكم كيفاش القوام لازم يبردوا لي مليح، لانه لو كان نوريه لكم هكذاك هما سخونين تقولوا لي هذيك الكريمه قعدت هكذاك طريه لانها مازالها سخونه. بصح صدقوني والله شهيد على ما اقول او باردين كانوا في الكونجيلاتور اكثر من جوج سوايع. شوفوا هما شوفوا ما كونجلاوش قعدوا هما شوفوا ديجا انا كليت المغرفه الاولى وما حبتش ما حبيتش نحبس راني غير نزيد. وشوفوا يعني الوجه ديالهم الاخير كيفاش خرجوا ما شاء الله. نقولكم كامل شهيدكم في الصحه شهيدكم في الجنه حبيبه قلبي. وتاني نزيد نفكركم نقولكم الى عجبكم الفيديو تاعنا اليوم ما تنسونيش بالانجام ان كومونتير اي لو بارطاج سورتو لو بارطاج حبيبه قلبي هكذا باش تعاونوني تفرجوا بزاف الناس الفيديو. فوالا دونك لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. نقولكم كامل احبكم في الله دمتم في رعايه الله. سلام.